يقول أمير الموحدين عليه السلام في الأصدقاء والزمن، قال فيه: تغيرت المودة والإخاء، وقل الصدق وانقطع الرجاء، وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رئاء، ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء، أخلاء إذا استغنيت عنهم، وأعداء إذا نزل البلاء، يديمون المودة ما رأوني، ويبقى الود ما بقي اللقاء، وإن أغنيت عن أحد قلاني، وآقبني بما فيه اكتفاء، سيغنيني الذي أغناه عني، فلا فقر يدوم ولا ثراء، وكل مودة لله تصفو، ولا يصفو مع الفسق الإخاء، وكل جراحة فلها دواء، وسوء الخلق ليس له دواء، وليس بدائم أبدا نئيم، كذاك البؤس ليس له بقاء. إذا أنكرت أهدا من حميم، ففي نفسي التكرم والحياء، إذا ما رأس أهل البيت ولا، إذا ما رأس أهل البيت ولا، بدا لهم من الناس الجفاء. صدق علي أمير المؤمنين عليه السلام.